بابا، ما رح ارجع على البيت الا وانت معي. بصراحة يا ابني، انا متفاجئ كثير باللي عملته يا عمران. كنت مستعد شك بحالي، بس ما بشك فيك ابدا. مو سهل علي اللي صار بنوب. بابا صدقني، نحن ما كنا مخططين انه نعمل هالشي. احيانا الامور ممكن تتطور وتطلع عن السيطرة وما نقدر نتحكم فيها منوب. بس الاهم انه تكون واثق ومتأكد انه الخيطان كله بايدك وما تفقد السيطرة على شي. واذا ما قدرت تكون قد الحمل، الامور كلها بتتخربط وبتضيع ببحر الكذب. معك حق، من اليوم ورايح رح انتبه. خلص بوعدك. انت من وقت اللي كنت صغير ما بذكر ولا مرة انك كذبت علي يا عمران. ابني يلي بوثق فيه كتير، وقت بيلف وبيدور علي انا مستحيل ارجع اعيش معه مرة تانية بهداك البيت، مستحيل. بابا اعطيني فرصة لفهمك شو اللي صار. بعرف انه كذبت عليك، بس كنت مجبور. ولا ليش لأعمل هيك شي بابا؟ حبيبي انت اللي ربيتني وتعلمت منك كيف كون صادق. يمكن غلطت وما عرفت ربيك منيح يا عمران. ربيتني وما قصرت بابا. فيك تقول اللي بدك اياه، عيط، صرخ، ضرب، وما بحكي شي. جرحني بالحكي قد ما بدك، بس بالمقابل بدي منك شي وحيد. بترجاك بابا اسمح لي اشرح لك اللي صار معي. يلا بقى خلينا نرجع. البيت ماله طعمه بدونك ابدا. انت كبيره لهالعيله. طيب وانا ما بروح. إذا أنت ما بدك ترجع معناتها أنا كمان رح ضل هون. بابا بترجاك، بتمنى تعطيني فرصة أخيرة لأرجع وأكسب ثقتك من جديد. مريم خانم، نجهز السفرة؟ والله ما بعرف، أنا ما بظن في حدا مشتهي ياكل شي. بابا اهلا وسهلا. اهلين فيكي بنتي. اهلين جدي. بنتي حبيبتي. ايدك لبوسه بابا. اهلين جدي. ابني أسيل، خبري أمي تنزل لتحت.
عمران شو عم بيصير معكم؟ لا تاكلي هم، هلا رح احكي لكم كل شيء. مين؟ يا خانو، عمران بيك وزياد بيك وصلوا من شوي. وزياد بيك كمان رجع؟ رجع يا خانو، وكلهم عم يستنوكي تحت. لكني نازله